بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندما تحل ساعات الغروب من الصعب أن توقف قرص الشمس الجميل، وأحيانا يحلو لك أن تلتقط له صورة في الآفاق، ولكن قصر الزمن يحول بينك وبين توثيق الجمال. هكذا رحل عنا مهندس التحرير ورائد التغيير ورئيسا شرعيا بشهادة الجميع في مثل هذه الأيام، وقبل عامين في الأول من شهر يناير من عام 2010 للميلاد. وفي مثل هذه الأيام يتساءل الكثيرون، أين ذهب رائد التغيير وكيف أدار عجلة التغيير التي وبحق وبشهادة الجميع أديرت من قبله ولم تتوقف حتى هذا اليوم؟ في هذا اليوم أيضا وفي هذه الحلقة يسرنا أن نلتقي بمجموعة من النخب التي عاشرت والتي عاشت مع رائد التغيير المهندس الراحل الأستاذ فيصل عثمان بن شملان. إذن في هذه الحلقة سنكون مع ثلاثة محاور رئيسية سنتطرق إليها، ويسرنا كذلك أن يكون معنا في المحور الأول ضيفية. أولا الدكتور رشيد عوض كرامة بن شيبان، هو أيضا في الطب العام وأحد أقرباء المهندس الراحل فيصل عثمان بن شملان. حياك الله دكتور رشيد. شكرا جزيلا على الاستضافة هذه، حياكم الله. أيضا يكون معنا في هذا المحور الأول الأستاذ القدير أحمد محفوظ باشعيب، هو أيضا تربوي قدير متقاعد وأحد المقربين والذين رافقوا مسيرة الأستاذ الراحل فيصل عثمان بن شملان. حياك الله أستاذ أحمد. شكرا على هذا الاستضافة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع. نعم، إذن المحور الأول بإذن الله تعالى سنتطرق إليه من الناحية الاجتماعية والمعيشية بالنسبة للمهندس فيصل عثمان بن شملان. أيضا أرحب كذلك بالشباب المتواجدين معنا، وفي كل محور سنكون مع ضيوف آخرين وشباب آخرين. في المحور الأول معنا الشابين الأخ أحمد صالح حديجان، حياك الله، وكذلك الأخ حسن رمضان محيفوب، حياكم الله. أيضا سيكون معنا تعقيبا بعد ضيوف هذه الليلة وضيوف هذا المحور. إذن قبل أن نبدأ في هذا المحور، دعونا أن نتابع وإياكم هذا الفيلم الوثائقي القصير الذي أعد في هذه الحلقة عن حياة المهندس والأستاذ الراحل فيصل عثمان بن شملان. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في هذه القرية حيث الإنسان يعيش حياة البساطة والهدوء بعيدا عن تعقيدات الحياة وأسلوبها الممل، ولد فيصل بن شملان في هذا البيت الطيني عام 1934 للميلاد، وفي هذه الحارة المتواضعة قضى حياة الطفولة. مع الناس عاش فيصل، وللناس عاش بن شملان. هذه الشوارع والممرات الضيقة كانت تتسع لمرور بن شملان، وكان يراها هو آفاقا رحبة ينطلق فيها للآفاق. هنا جامع المنطقة، وعند سرد تفاصيل البناء يذكر بن شملان هو من ساهم في بنائه، وهو أحد العمال الذين شاركوا في البناء. كان يصلي هنا ويتلو القرآن ويجالس أهل الذكر ويكرم حفظة القرآن ويلتقي بأهالي المنطقة. ساعد في هذا الكثير من أبناء هذه المنطقة الخيرين وشبابها، وأذكر منهم على سبيل المثال الأساتذة الكرام الذين كانوا سندا لنا في هذا العمل، منهم الأستاذ الفاضل المرحوم فايز عثمان بن شملان، وكذلك المهندس الفاضل فيصل عثمان بن شملان رحمهم الله، وأيضا كثير من المعلمين الذين سببونا في هذا، وكثير من أبناء هذه المنطقة الخيرين الذين ساعدوا على وشجعوا هذه البدرة. هذه غرفة الاستقبال في بيت والده، وفي هذه الغرفة كان يجالس الناس ويقضي جزءا من وقته في الترفيه والتسلية. كان دائما يغتنم فرصة الإجازة وإن كانت قصيرة، يسأل دوما عن الغائب من الأهالي والأصحاب والمرضى أو من توفي دون علمه،
ويقدم لهم التعازي، يقوم هاشاً باشاً مستقبلاً ضيوفه وخصوصاً الفقراء والعاجزين منهم، ويقبل أيادي الشيوب توقيراً لهم وإكباراً. ساهم بن شملان كثيراً في حل المشاكل الاجتماعية في منطقته وخارجها، وهذه إحدى الغرف في بيت والده، ولأنه لا يمتلك بيتاً خاصاً به جعل منها غرفته الخاصة، وبها توجد بعض مقتنياته الخاصة. كان بن شملان محباً للرياضة، وآخرها كان يمارس لعبة السلة ولعبة الورقة والضمنة، يحب قناصة الوعول والسير في الجبال والسباحة، وقد كان عضواً كشفياً أثناء دراسته في غيلبا وزير، وكذلك أثناء دراسته في السودان، يحب الشعر ويتذوقه، وله حضور في جلسات الدان الحضرمي، ويعتبر أحد شعرائه، قال الشعر منذ صباه، ولما رأى فيه والده من النجابة وحب الشعر، كناه بأبي تمام، وكان يحفظ من الشعر ما لا يقل عن 10,000 بيت. وفي مواسم الخيرات وحصاد الزرع يحرص بن شملان على الحضور والمشاركة. كان شاعرا وأديبا يقول الشعر، ويهتف المزارعون في أراجيزهم بشعره ويتغنون بكلماته. قال هو ده لما عطيته القول هذا، أنا حيا ويا سهلة بالضيف ليانا يقطف من الأثمار، إن لا كفاه الباب بفتح له السدة بارخي الأسعار. تو يوب عليه قال وسلام منكم يا صار بين الصيف عند البضاوي، بالله مدوا سبوله مكرمه للضيف ليالكم قاوي. لما يا ثاني يوم تو يوصل لعندنا احنا، لان عاد الوالده حقي هي اللي رضعته يجي يزورها لهنا ويتقهوى عندنا هنا، وعقب يعود بعد ما يريض كذا يعود للبلاء. يعني ثاني يوم تو ايش صله القرابه بينك وبينه؟ القرابه لانها والدتي رضعته، كنت اخوه انا من الرضاع. ايش كان يسوي هنا في المزرعه؟ خلاص اللي يتولى كذا ويتنسم عندنا هنا. في مكان تحت النخله دي، سواء تحت النخله او سواء تحت غيرها هنا طال، والمكان هذا فيه الزراعه هنا. ايش كان يقول في حصاد الصيف؟ كان استاذ فيصل يجيب ذي الابيات في السراب، لما يشوف السراب نستمر هنا ويصير قفل العمال وقفاهم يعطيهم القوال ويحمسهم يحمل له شريم، ويصير قفاهم ويحمسهم كذا ويقولهم بالقوال هذه. ايوه ها وسلام منكم يا صار بين الصيف عند البواوي، بالله مد وسبوله مكرمة للضيف ليالكم قوي. قال ويش ليابنا وقت الهير ما همرت الحرارة والسموم، غير غي وفيها من يبر ونودع اليبرة الدور. ويش ليابنا وقت الهير ما همرت الحرارة والسموم، غير غاية وفيها من يبار والنوادة على اليبرة الدور. ليش لينها العمال في الصلاة. وفي مواسم الأفراح والأعراس يشارك العرسان فرحتهم. إذن مشاهدي الكرام حياكم الله، وبعد هذا الفاصل وهذا الفيلم الوثائقي القصير الذي أعددناه عن المسيرة الاجتماعية والسياسية للفقيد وفقيد الوطن فيصل عثمان بن شملان، إذن دكتور رشيد تابعنا هذا الفيلم الوثائقي القصير، وأنت أيضا تشكر على جهودك من التعاون أيضا في هذا الفيلم الوثائقي، حكى أيضا مجموعة الحكاية ومسيرة الأستاذ فيصل عثمان بن شملان، وكذلك أيضا بيته، وتابعنا أيضا غرفته وبعض أيضا المعدات التي كان أيضا يقتنيها الأستاذ فيصل عثمان. أنت بحكم المعايشة للأستاذ فيصل عثمان بن شملان، وأيضا يعتبر بالنسبة أيضا لك هو أيضا خالك، عايشته أيضا كثيرا عندما كنت طفلا عندما أيضا كنت كبيرا، من هو فيصل عثمان بن شملان اجتماعيا وكيف يعيش في بيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا باسمي وباسم أقارب وعائلة المرحوم
الفقيد المهندس فيصل عثمان بن شملان، وهو يعتبر بمثابة خالي، وهو يسمى والخالد دائما يكون خال والد. فأتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إحياء هذه الفعالية للتأبين الثاني بمناسبة وفاة الفقيد المرحوم الوالد المهندس فيصل بن شملان. بالنسبة لحياته، طبعا أنا عايشته بعد تخرجه من بريطانيا، بعد ما جاء من بريطانيا عايشته وأنا كنت طفل صغير، وعايشته بعدين في. فأهم ميزات في حياة الفقيد الله يرحمه ونسأل له الرحمة وجميع المسلمين في هذا، أول شيء تميز بالبساطة، بساطته في جميع أشياء، خاصة في ملبسه، في مأكله، في مشربه، وفي حتى تنقلاته. يعني لكن شخصية بحجم الأستاذ فيصل عثمان بن شملان، يعني حتى وصل إلى منصب للترشح لرئاسة الجمهورية، يعني أنت قلت بساطة حتى في المأكل وفي المشرب، عندما يأتي إليكم وفي المرحلة الأخيرة أيضا كان يأتي إليكم من عدن، ما هي الطوارئ التي يمكن أن تحدث في البيت لاستقباله؟ بالعكس، في البيت لما يجي يعني يعتبرون زي أي شخص عادي، ما فيش أي كلفة، وهو أي حاجة موجود سواء في وقت جاب وقت متأخر ولا ذا، إذا كان ما أكل يقول جيبوا الأكل، أي أكل يكون موجود، أو الكل ما حد يبذل أي جهد، هو